تعال أقول لك قصة. والقصة يا عبود، في السوق كانت السيدة تملأ صرتها بالأرز عندما صدمت بوجود فانوس سحري. وكان الفانوس قديما مغطى بغبار الزمن، فمسحت وإذا به يتوهج نورا. وفجأة ظهر معرض من الفانوس وبلا بلا بلا أعرفها. لا لم تحزن، يرتدي معطفا سميكا وخوذة مميزة جدا. خوذة؟ والآن طبعا ستحقق كل طلباتي. نعم طبعا، يس صحيح، نحن لها طلباتك. 200 كيلو من الأرز مع توصيل إلى البيت. أنا مصدوم، مصعوق. أوه ماي جود، أرز؟ أستطيع أن أقدم لك مطعما بحاله. رمضان على الأبواب والمجبوس لا مفر منه. أحتاج أشوال، أطنان، أرز. مرت الأيام وانتقل الفانوس إلى مجموعة من الشبان. تعالوا نطلب أي شيء. What's up, Marit? Chips and juice for me. And me, milkshake بالبلاليط. موز أرجواني وبطيخ دون بذور. وبدأ النقاش، ثم فجأة ظهرت أخت أحدهم مقاطعة. أعطني الفانوس، لقد حصلت على طلباتك. هلا مارد، سكر للقيمات، ناس للأم علي. أم علي. لحظة، شنو هذا؟ قد يكون المارد هنا في الفانوس. مارد ما في مارد، لكن في طلبات، وطلبك بين يديك. مبارك عليكم الشهر.